Soyez les bienvenus au monsieur Jean Jacobs, le directeur général de la société IACO. Donc je cède la parole à mon ami Jamal Benani, le directeur, le président de la commission de la commission. Merci. بمناسبه يعني تقديم الشركه اللي تعاقدنا معها ك يعني ممول رسمي للملابس ديال فرع الدفاع الحسني الجديدي. دونك اون سيني ان نوفو كونترا ديكيبمونتي بعد التجربه اللي خدناها مع شركه بانك سبور لمده 3 سنوات. Dans tout le continent africain en plus. Donc, merci déjà pour avoir choisi pour notre. بالفعل اليوم كان تعاقد مع شركة رائدة في الألعاب في الألبسة الرياضية. بالمناسبة كنشكروا الشركة اللي كانت تعاقد معها من قبل. كنت جي هذا التوجه الجديد في إطار الانفتاح الاسواق الخارجيه والمتطلبات ديال الجماهير الجديديه. كنتمنوا بحكم الجوده اللي كتعرف هاد لامارك والفروق العالميه اللي كيلعبوا بها نكونوا عند حسن الجماهير وحسن تطلعات الجماهير على اساس نكونوا بهاد يكون فيها الخير علينا هذا القميص ان شاء الله في هاد الكاس والبطوله المقبله. الشراكه هذه جات نظرا للبرنامج ديال الميزانيه اللي عندنا جديد في هاد 4 سنين اللي جايه، وخصصنا واحد الميزانيه كبيره للرياضه وخصوصا الكره المغربيه باش نزيدوا ندعموها وتكون فواحد المستوى عالي.